سوريا والعراق، أمريكا انتهت. أمريكا الآن تريد أن تمد يد الصلح مع إيران، تريد أن تجلس مع إيران، تقول كفاكي نجلس، لأنها انهزمت، لأنها فشلت. وآخر الفشل الذريع هي هذه الضربة التي لا تدري من أين جاءتها، هي في حيرة من أمرها. واقعا المقاوم العراقي أصبح استراتيجيا، أو المقاوم بشكل عام أصبح استراتيجيا يضرب أهداف هنا وهناك، والأمريكي لا يستطيع أن يرد، أو يضرب هنا وهناك معسكرات فارغة كما ضرب اليوم حقول للأبقار، وهو لا يعلم هذه هل هي ترسانة للسلاح أو معملا أو تواجدا للمقاومين. وذلك الأمريكي فشل في الداخل. طيب. الآن تكساس تريد أن تنفصل وولايات بس أخرى، الرد وهو بعد ما عاجز جاي سيدنا عن حل مشاكله. الرد الأمريكي وصل سيدنا اسمح لي. للأمريكي الرد اليوم ضرب حقول مال العجول. ايه؟ اليوم هو هذا الرد في سوريا. ايه؟ ضرب حقل للعجول مال خطية مواطنين سوريين. ايه؟ وهذا كان الرد. ولذلك رد الأمريكي إذا رد بضربة واحدة سوف ترد عليه المقاومة بمئة، وذلك لدى المقاومة صواريخ لن تنتهي. طيب. وأنا عبرت عنه بمليون.